معكم هيا شعيبي الفنانة الكويتية الكوميدية من الكويت، وحياكم الله أهل العراق على عيني وراسي، وإن شاء الله يعجبكم عرضي المميز اللي صدق تعبت فيه، لا نوم ولا أكل ولا شرب، ليل ونهار واقفة على المسرح عشان أطلع الجروب العراقي اللي معاي بصورة جديدة وبصورة جميلة في مسرح الرعب الكوميدي. عيدكم مبارك وحياكم الله، وإن شاء الله عيديتنا لكم هي مسرحيتنا، إن شاء الله تعجبكم. أول شيء تحياتي لكم القناة دجلة، وشكراً لتغطية العمل. طبعاً تتعرف صار سنين يعني من وقف المسرح، فأنا حبيت أرجع يعني بطريقتي الخاصة، مزجت المسرح الخليجي بالمسرح العراقي. يعني حبينا نقدم فد شيء قوي حتى ترجع العوائل تشوف مسرح نظيف ما بيه إساءة للعائلة العراقية. فاتصلت بست هيا الشعيبي الفنانة الكويتية تحياتنا إلها، وصار الاتفاق وجبنا فنانين كويتيين وفنانين سعوديين، وإن شاء الله راح نقدم عرض يليق بالعائلة العراقية. تحية لكم ولكل كادر قناة دجلة الحبيبة ومشاهديها الأعزاء يا رب. بداية العمل إحنا الفكرة إجتي طلب من الكويت، رادوا منتج بالعراق، دخل زوجي دخلوا على سووا يعني العراقيين تاك، دخلت المرأة ست هيا الشعيبي تحياتنا إلها، صار الاتفاق حبينا بعد نمزج، جبنا من السعودية، صار عندنا العراق والكويت والسعودية. الانطلاق إن شاء الله من أنا يا ربي، وإن شاء الله أنا أتمنى توصل أعمالنا بعد، هي ده توصل الحمد لله وشكر، بس إحنا نريد بعد المسرح ينطلق بالجهة الصح، بالجهة التثقيفية، بالجهة العائلية، نريد رسائل اللي تكون من داخل المسرح العراقي. هذه مبادرة حلوة أنا أعتبرها طبعاً من المنتج حسين الخياط، إنه حتى نقول للعالم العراق هو السلام، العراق المحبة، نريد الناس تعرف، تعرف شو يمثلون العراقيين، شنو أفكارهم، إحنا نريد نبين أفكارنا بأكثر للعالم، مو فقط تلفزيون وإنما حتى المسرح العراقي. طبعاً هذه تجربة ليست الأولى، كانت إحنا في السابق في مشاركات، كانت في كان دراما، في مسرح، في نستعين في العنصر العراقي في التمثيل. في أقول لك زمان يمكن أكثر من 40 سنة كان زمن في اسمه افتح يا سمسم، كان برنامج تعليمي، وكانوا اللي شايلين البرنامج الفنانين الله يحفظهم ويرعاهم العراقيين، هم شايلين افتح يا سمسم بالإضافة إلى التكوين الخليجية. فهذه وقفت تقريبا 30 سنة، فصارت هي تجربة وهي مجازفة. والله الصورة انعكست تماما للشيء الجميل، الشيء الأفضل. المفروض يصير هذا الشيء من زمان، المفروض يصير. يعني احنا ما لنا علاقة في أي شيء صار، نظل احنا اخوان، التعاون لازم يصير. أول شيء أنا سعيد جدا بالمشاركة هذه، وسعيد جدا أن أول مرة أدخل العراق، فلقيت الكرم، لقيت الحفاوة، لقيت الطيبة، كل شيء فعلا يدرس من أهل العراق. وأنا سعيد جدا أني يمكن أول ممثل سعودي يجي عمل عراقي مشترك خليجي كامل، وهذا شيء جميل بالنسبة لي أنا، فإن شاء الله تكون بداية خير يا رب العالمين. مشاركتنا هذه المشاركة الأولى والفريدة من نوعها كجروب كويتي وجروب سعودي مع العظماء الفنانين العراقيين بين أرضنا وجمهورنا والجمهور العراقي اللي لقينا منه كل الحفاوة والدعم الكبير. ووجودكم أنتم كقناة، أنا من ترى مشاهدين قناة دجلة وأحب قناة دجلة، وأسعدتونا ونورتونا.